جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن حكم قص الشعر من الأمام، هل يجوز أو لا؟ كذلك قص الشعر هذا فيه إهدار له وإهدار لجمالها، وشعرها خلقه الله جمالا لها، فإن الله جمل النساء بالذوائب كما جمل الرجال باللحاء، كما جاء في الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فتحافظ عليه ولا تقصه لا من الأمام ولا من الخلف، وإنما تحافظ عليه وتصلحه وتعتني به على موجب الآداب الشرعية في نساء المسلمين. نعم.